السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، صحيحتكم، يا ربي تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله واحد الفيديو اللي غادي يحمسنا باذن الله. غادي نقاد التقديه اللي تقديت، وفي نفس الوقت نشارك معكم واحد الفطور اللي وجد، من بعد ندير معكم هكايا شي حويجات في الدار. هاد لا فيديو الغرض منه هو لا موتيفاسيون، وفي نفس الوقت غادي نحل معكم واحد الموضوع اللي هاد الايامات كنتعرض فيه بزاف الانتقاد وكذلك الهجوم، وانا صراحه غنجاوبهم ماشي على ود انني غنعطي قيمه وغنجاوب، لا، ولكن لان من خلال جوابي غادي نبغي نوصل واحد الرساله لكم. ديما كنهضر معكم وتنقول لكم البنات حققوا احلامكم وحققوا اهدافكم، وما تسوقيش للعيب والحشومه، ولكن ما ديريش الحرام. شوفي الحاجه غير ما تكونش حرام وما سوقكش، زيدي القدام وما تلافتيش اللور وما تصنتيش الهضره ديال الناس. الانتقاد اللي بديت تكتب ليا مؤخرا بزاف، هجوم من بزاف لي كونط لي باغ لا سويت عرفت المصدر ديالهم شكون، كيدخلوا تيهاجموني على اساس كيفاش انتي استاذه في التعليم العالي كتشاركي مع الناس حياتك، حل ليهم دارك، ولكن الناس اللي واعيه وفاهمه عارفه بان الغرض من هادشي اللي كنقدم هو انني هاد الهضره اللي كنقول لا موتيفاسيون. حنا اون جينيرال النساء الحاجه اللي كتجذبنا اللي كنبغيو نتفرجوا فيه هي اي حاجه عندها علاقه بالدار، وانا حاولت نركز على هذه النقطه بدون ما نشارك خصوصيه. دابا معكم بزاف د الحوايج ما كتعرفوهمش عليا اللي داتو في حياتي، اللي كوني متاكده لو جلست وشديت التليفون وبديت كنصور لكم وكنهضر عليهم كنت ماشي غتلقوني غير في التوندونس، غتلقوني كثر. ولكن انا حياتي الخاصه ما باغا نبقى في واحد، لا، باغا نوصل واحد الفكره من خلال واحد الصوره اللي المراه كتبغي تشوفها. حيت انا الا ما صورت لكمش مثلا واحد لاغوتين اللي تنركز على انه يكون في واحد لو كادغ زوين، حتى ايديا هما الاخرين راه غتلاحظوا انني ديما تلبس لكم، لانني انا واحده دايره الزيف، فبالتالي ما كنبغيش يبانوا حتى ايديا، بالتالي مركزه على الحويجات اللي يا ربي يا ربي جيبنا في الصواب. اكيد كنغلطوا، ولكن داك لو كادغ اللي انا كنصور به كان من خلاله كنبغي المرأة تتبع معايا وتفرج فيا باش نوصل رسالة. ورسالتي اليوم لأي سيدة كتخاف من عيب وحشومة، شوفوا أنا لو كنت سمعت الهضرة اللي كتقال، لو كنت رديت البال الانتقادات، ما كنتوش تلقوني فين أنا. أنا الحمد لله كنمارس مهنة ديال التعليم، ومن كنكون في لونفي تنكون واقفة وكنقري اي جو سوي فيير براسي، لانني هادشي درتو وضربت عليه تماره، وكنكون عقد المسؤوليه وانا وسط ليكول. وفاش كنصور لكم كنكون كنمارس هوايه اللي تنحمق عليها اللي هي التصوير. انا من عشاق انني نوصل واحد الفكره من خلال واحد الصوره. كيعجبني مثلا هذاك اتاي الى طيبته كيعجبني نصوره بطريقه فنيه، هذه من الهوايات ديالي. كيعجبني كذلك وانا كنصور لكم من كنبغي نزيد الصوت، كنبغي نوصل لكم بحال هاد الرسائل. وهذا الشيء اللي انا هوايتي اللي درتو اون باراليل مع المهنه ديالي، ما تخيلوش الحوايج اللي وصلني ليهم ماديا ومعنويا، وحتى لونطوراج ديالي الحمد لله تلاقيت مع ناس، عرفت ناس، نضجت اكثر ماديا كذلك ما غاديش نكرو، ومعنويا فدوه ديال دابا ماشي هي فدوه ديال شحال هادي. دونك كنحس براسي الحمد لله راني عدت احسن، لا في ديني لا اجتماعيا لا ماديا، فكنظن ان الحمد لله الحمد لله راني غاده في الطريق المزيانه. اكيد غيكونوا اغلاط اللي يا ربي تحل لنا عليهم عينينا باش ما نديروهمش، ولكن كنعاود نقول لك ما تسوقيش لعيب وحشومه، وياك ثم وياك، والله الا مشيتي تسوقتي ليها لا تبقاي في بلاصتك. وهذه الرساله كنحاول انني في كل فيديو من فيديوهاتي نصيفطها لك، لانها فعلا كتاثر. شحال من وحده وشحال من واحد بقى في بلاصته غير حتىش كاين في واحد الجماعه اللي عندها عيب ان الواحد يدير واحد الحاجه، وفي الاخر شكون اللي غتضري؟ غتضري فقط راسك، لان هذوك الناس اللي دايرين بك وقالوا لك هذيك راه عيب وهذيك راه حشومه وعلاش كديري هاد الحاله في راسك، نهار غتنجحي غتلقايهم اول ناس كيصفقوا لك وغيقولوا واو تبارك الله قدات مره ونص، ونهار غتفشلي غتلقايهم اول ناس كيضحكوا لك. فانا ما بغيتكش تبقاي تسوقي لدوك الناس، ولكن تسوقي راسك اشنو باغا وانتي فين باغا توصلي. المهم بقيت كنهضر معكم انا يا زعما من قلبي الكلام كنقولو كنخرجو من اعماق قلبي، لان هاد الهضره فعلا نهار غادي تستوعبيها غتنجحي في حياتك. عمرك ما عمرك ما عمرك، وغنعاود نقولها، ما تخافي من العيب والحشومه، لان العيب والحشومه داروها غير الناس، وخافي من الحرام ما تديريش، فقط تخلقنا باش نعبدوا الله
وتخلقنا في هذه الحياه الزوينه باش نعيشوها بمغامراتها بكل شيء ليها، وحنا كنعبد الله. دونك هذه المغامره غنعيشوها، عندنا حياه وحده غنعرفوا ليها ان شاء الله، واللي بغى يقول شي حاجه يقولها. الله سبحانه وتعالى كيشوف راسك، تهلاي فيه، تهلاي في اللي عزاز عليك، تهلاي في صلاتك وفي دينك، وتهلاي في الصحيحه ديالك، ومشي في الاحلام ديالك. ودتني الهضره وداني الحماس في الهضره، وما قلت لكم حتى شي حاجه على لا فيديو. دونك كي شفتوا جاتني التقضيه، تقديتها، رجعت كل حاجه بلاصه ديالها، ومن بعد مشيت اوتوماتيكمون نوجد واحد الطبيله. هذيك ما فطور ما غدا ما عشاء، هذيك كليناها ما بين العصر والمغرب، جمعنا فيها انا والزوج ديالي. دونك بغيت نحط احسن ما عندي في المعنات من التام اللي انا باغا، وتعاوننا في التحضير ديالها، والنتيجه راكم شفتوها. يا ربي الميساج ديالي يكون فيكم، الله يخطيكم، وتبارك الله عليكم وعلى لي كومونتير ديالكم وعلى الدفاع ديالكم وعلى الشخصيات ديالكم، لان اكثر من 90% ديال المتتبعين القناه الحمد لله الحمد لله فعلا ناس واعين وفاهمين وعارفين. شكرا لكم، الله يخطيكم، خليتكم في امان الله.
Mm-hmm.